السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة النهضة السياحية، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص. سنشرح من خلاله إن شاء الله كيفية إضافة صور مصغرة إلى جميع فيديوهاتك في قناتك على اليوتيوب. يعني طريقة سهلة جدا، فقط تسجل حسابك في اليوتيوب على قناتي ومن داخل حسابك يعني استوديو الصورة التي تريدها أن تظهر في جميع فيديوهاتك عبر البرنامج على الأقل الحديث لصورة حينها. وتقوم باختيار الوقت الذي ستظهر فيه هذه الصورة. إذا كنت تريدها أن تظهر في الفيديو كاملا، تقوم بمقابلة كاملة وقت مخصص يعني نهاية في أثناء نهاية الفيديو. بعد الحديث على الحديث الصورة حتى لا أنسى عزيزي أدعوك للاشتراك في قناتي والضغط على زر